اليوم كابتن احمد هي طبعا الشباب اللي هي بتلعب تمرين الضغط بس ما عندهاش القدره ان هي تلعب تمرين الضغط. انا هقول لكم ايه السبب للمشكله دي. طبعا وزن الجسم لو افترضنا ان واحد وزنه 60 كيلو، هل متوسط دراعه يقدر يشيل وزن 60 كيلو؟ بالعكس طبعا هيبقى الموضوع صعب عليه. هنبتدي ناخد شويه تمارين للبيجنر والمبتدئين وخصوصا الشباب الصغير بحيث ان هو يعود نفسه بعد كده يقدر يلعب ضغط طبيعي. تعالوا نشوف التمارين. محور بيت كده ماشي الكلام، خلي الرجل اللي ورا مع بعض. اهم حاجه ثلاث مرات في 10 عدات، مع الوقت هتلاقي نفسك دراعك بدأ يضغط على اساس تقدر تلعب ضغط زيك زي اي حد عادي جدا. واشكركم على استماعكم، واشوفكم المره الجايه مع كل يوم معلومه جديده في برنامجكم اليومي.